السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوط الأول. يا حمدي يا حمدي، كتف قانوني بس مش بالطريقة دي، وكرة مع كرة برا. وهنا إياد يا عيني بتقلم، وإياد بيتألم، وعبد الرحمن هيلعب الكرة. عبد الرحمن بيقول لي زياد يطلع، وعبد الرحمن هيلعب، وعبد الرحمن مستني زياد، وزياد بيلعب له الكرة، وزياد بيعدي ويبصيها لحمدي، بس بيمسكها محمد. ما شاء الله عليك يا محمد، الكرة تطلع برا في نفس تماس، ومحمد بيبعدها برا، وزياد هيلعب الاوت، ويلعب على عبد الرحمن، وعبد الرحمن بيجري، وعبد الرحمن بيجري ويعد عبد الرحمن. ما شاء الله عليك عبد الرحمن، وزياد مع الكرة ويبصيها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن بيجري، بودي بيجري، وبودي بيجري، ويسيبها تطلع اوت على اسلام. واسلام مش مغدي الفرصة لعبد الرحمن، وحمدي بيلعب التماس وبدها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن بيفوت. قدامك زياد، كنت تديتها لزياد، وماشي اسلام، واسلام بيعدي وبيفوت، ومفيش فرصة انه يلعب، وبيقع في الارض، وكورة مع محمد، ومحمد بيبص لزياد، وزياد مع الكورة، وزياد عايز يعدي ويبصيها لعبد الرحمن، وزياد يفك الضغط، وعبد الرحمن يتميل الضغط عنده، ويجري عبد الرحمن، ويجري عبد الرحمن، وياد يقطع منه، وعبد الرحمن يسترجعها تاني ويبصيها لزياد، وزياد يبصيها لحمدي، وحمدي يبصيها لزياد، بس زياد ما كانش مفكر ده شطها وده مفكر ده شطها. خلاص يا زياد، خلاص حصل خير. الكورة مع اسلام، واسلام ماسك الكورة وبيديها لإياد، وحمدي بيخش عليه، وإياد بكورة بتسبقه. حلوة منك جدا يا إياد، بس حاول تهز الكورة في رجلك شوية، خلي فيه مغناطيس. وعبد الرحمن مع الكورة ويشوط، بس اسلام ما شاء الله عليه مع الكورة وبيجري، مع الكورة وبيجري، ويبصها لإياد بينية، ولكن تطول من اسلام، وما شاء الله على عبد الرحمن استلم الكورة بطريقة كويسة جدا، ويطلع عبد الرحمن ويجري قدام، ويجري قدام وكتف، ولكن تطلع برا على عبد الرحمن. ما فيش اتزان هنا لما بيخبط بكتفه. كورة الوقت مع مين؟ مع ادهم. وعليك اسلام بيطلع الكره قدام، وزياد ده الحمدي، وحمدي ده الرحمن، ويشوط عبد الرحمن وتضيع. وعبد الرحمن مستاء لان الكره كانت مع زياد. هو دايما عبد الرحمن متصرف، دايما ملاحظ ان هو دايما يشوط وخلاص من بعيد. عبد الرحمن مستاء من زياد، لكن كان عايزه يشوط. وادهم بيسلك الكره، والكره دخلت الشبكه زي السمكه. خش جو، الكره دخلت الشبكه زي السمكه، وادهم جاي من بره. بتعمل ايه يا ادهم؟ يا ادم حرام عليك. ماشي، واسلام مع الكوره، وحط الكوره في الارض، وعايز يشوط، وبيشوطها بعيد وما بتروحش لحد، وبيسيبوها تطلع بره. وطويله جدا منك يا اسلام، غلط كبير جدا. هياخدوا الكوره دلوقتي ويعملوا هجمات صعبه عليكم، وهيجيبوا اجوال، ويعدي عبد الرحمن، ويعدي عبد الرحمن، ويعدي عبد الرحمن، واياد ماسك فيه، وبعدها يفلت عبد الرحمن منهم، وهي الاعاده، هي الاعاده، وإياد مسك فيه، وإياد مسك فيه، وعبد الرحمن استرجعها تاني. وبعدها بصيها لحمدي، وحمدي يجري، وحمدي يجري، وزياد الشوط، وبيهدش على الكرة. الكرة بالشمين، المفروض كان يضربها باليمين، يلا مش مشكلة. وزياد مع الكرة، وياخدها من محمد، ما غلط كبير جدا من محمد، ويبصيها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن يلحقها من قدام الأول، ويجري عبد الرحمن ويعدي، ويجري عبد الرحمن ويعدي ويشوط. يا ولد جون جميل، جون جميل في الزاوية البعيدة، برافو عليك يا عبد الرحمن. هنا اياد واقف مش عارف يعمل ايه، وعبد الرحمن رجع هو وزياد. يلا يا حمدي سيبه يسنطر، يلا زياد اياد هيسنطر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني سنطر، يا حبيبي تعالى، يا حبيبي تعالى، يا سنطر ولا قوه الا بالله، مش انت قلت هتسنطر؟ ماشي، وكره مع عبد الرحمن، وعبد الرحمن بيفوت، وعايز يفوت ويفوت ويفوت. ما قدامك زياد يا عم اهو. كرة مع اياد، واياد بيديها لاسلام، واسلام بيشوطها ضعيفة. اتصرف وحش يا اولاد. وزياد بيديها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن بيفوتها بتاع برجليه. ما شاء الله عليك يا زياد، وبيشوطها بالشمال. يا حمدي يا حمدي، مش كده يا ابني، ده انت منفرد ومفيش حد وراك. شوط مش يلا يلا، هو متضايق وزعلان وتعبان واهران وندمان. معلش يا حمدي معلش. وكرة مع مين؟ مع اياد، واياد بيشوطها وبيطلعها بره. وعبد الرحمن هيلعب التماس، والتماس لزياد، وزياد لعبد الرحمن، وعبد الرحمن مع الكوره، وفي الوينج اليمين بيرجعها للجون، ومحمد بيمسكها،
وهي شوطها تاني لعبد الرحمن وبيدي له مساحه، وعبد الرحمن عايز يطلع وبيفوت واسلام بياخدها منه بيطلعها ويسدد دلوقتي مع الكوره، وراح يدي الكوره لعبد الرحمن عشان يلعب الاوت، وعبد الرحمن هيلعب الاوت ويعليها لحمدي وتبقى الكره مع حمدي، والكره مع حمدي وايه دي الحفري، ما فيش هنا كره بتقف يا حمدي حرام عليه. ودلوقتي عبد الرحمن مع الكره، وعبد الرحمن يعدي، عبد الرحمن يمر، عبد الرحمن يمر، عبد الرحمن يمر، عبد الرحمن يباص لزياد، وزياد الشوت تيجي في وش الجول، الكوره جامده وجت في وش اياد، بجت في وش ادهم، وادهم بيتالم وماسك بانه بيبكي بيعيط. وننتقل الى الشوط الثاني. غاية غاية صابة يا ادهم، هي المرمى الثاني، صابة معلش يا ادهم، بدلوا الملعب هيلعبوا الشوط الثاني. خلاص يا زياد جت في وشه، خلاص زياد بيشرح الكرة ازاي جت في وش ادهم، وعبد الرحمن هيلعب، يلا عبد الرحمن سنتر، وبيسنتر الكرة وبيديها لمحمد، ومحمد بيفوتها لعبد الرحمن وبيرقص اياد وبيطلع بيها، واسلام ما بيسيبوش وبتتاخد منه، والمفروض دي مرتده، المفروض مرتده حرام عليك يا اياد انزل نفسك. ودلوقتي عبد الرحمن بيرجع الكره واسلام يقطعها، ودلوقتي محمد يلعب الكره، محمد عبد العزيز بيلعب الكره ويجري محمد، ويجري عبد الرحمن، ويجري عبد الرحمن، ويجري عبد الرحمن، ويشوط عبد الرحمن. يا ابني قلنا ما تشوطش من بعيد كده، انت تسرعك ده غلط بتضيع فرص. وادهم مع الكوره وبيلعبها، ومحمد بيستلمها وبرضه نفس الحكايه بيشوط، كله عايز يجيب جول، كله عايز يجيب جول، اعمل ايه بس يا ربي يا جدعان، قسموا كوره مع اسلام وحمدي ما يسيبوش، واسلام لسه مع الكوره وعامل مرتده جميله، واياد مع يا عم اديها لاياد من بدري، المفروض دي من بدري اياد معاك، بس ايه يلا يلا يلا، و اياد مستني تتلعب الكوره، خلاص يا اياد معلش، وزياد بيديها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن يطلع، عبد الرحمن يمر، عبد الرحمن يمر، وبودي يمر ويباص لحمدي، وحمدي يباص له تاني، ويشوط شوطها سهله، ويجي هدف يا جدعان، مكتوب جول، هو هدف يعني جول، المقصود ان هو جول بس هدف يعني، المفروض كده كام كده كده دلوقتي 3-0 لفريق عبد الرحمن، 3-0 صح؟ 3-0. والكرة مع مين؟ والكرة مع محمد، ومحمد بيشوطها اي كلام، بياخدها اسلام، لا بقول لك ايه، لمسه ما عادش تحلف يا محمد، والعب يلا، وبيلعب اسلام، والمفروض بيديها لاياد، وعبد الرحمن بيوقفها وما بيوصلهالوش، وماسك الكرة واياد بيجري وراه، الكرة بتروح لحمدي، وحمدي بيقسم مع عبد الرحمن، ومحمد واقف وعايز يشوط وبيلم، اصطدام صعب في حاجة اتنطرت كده مش عارف دي ايه. ويلعب محمد ليه حمدي، وحمدي شوط، لعبة جميلة جدا من حمدي، وشوطة تسديدة جميلة جدا من حمدي، جاب جون برضه مش فاول، حلوة الباصة بتاعت محمد بس بصراحة، بس الكرة كلها عارف انها مش فاول، كان طيب عبد الرحمن انت عايز فاول ولا عايز جون؟ رجلك فيها ايه؟ جول. طب يلا قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي يلا، قوم يا حبيبي وماشي ربنا، خلاص يا حبيبي خلاص. واياد مع الكوره وراح يسنتر، اوعى تجري اياد بالكوره، سنتر يا حبيبي، ايوه كده يلا اياد يلا، بيقول لك ايه، قول لي كده، بيقول لك ايه، طب يلا العب ماشي يا عم، العب في انت، لا حول ولا قوه الا بالله، والكوره تروح منهم وهم في نص الملعب، وزياد يديها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن مع الكوره، واسلام بيخش عليه وبيديها لزياد، وزياد بيديها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن طالع وهجمه مرتده، وهو وحمدي هاجمين، وكده هيبقى هدف بمنتهى السهوله، وهيقف ويتفاز لك ويجيبها بكعب رجليه. كده كم كده كده دلوقتي 4-0 فريق عبد الرحمن، ليه كده يا اولاد 4-0 3. طيب ماشي حاول، هو الفريق ده كان قوي مع لسه كده اربعه ان هو يخسر في اول مباراه. ودلوقتي اياد هيلعب الكوره، واياد استغل ان ادهم سنتر له ويشوت زي اياد، جول جول يلا جول. نتيجه كويسه 4-5 دلوقتي كده 4-1 انتوا بتكلموا بعض وتايهين الماتش شغال، وعبد الرحمن مع الكوره
يلا عبد الرحمن احسبها جول. ما جابوش ولا جول. سنتر يا حبيب. عبد الرحمن ما فكر ان اياد ما سنترش، لكن اياد سنتر، ادهم سنتر له وبيجي عبد الرحمن وبيعمل نفس الكريم اياد الاول، وبيجي عبد الرحمن ويمر عبد الرحمن ويمر ويوصل زياد، اوف فاول شديد اوف زياد يلم ويبصيها تاني عبد الرحمن، لكن تطلع اوت بره، اوت عبد الرحمن يتشقلب ويبصيها بينها قدام وحمدي يلحقها. الله يطلع في الوقت المناسب ويديها لعبد الرحمن، وعبد الرحمن عامل مرتده ومحمد ما يسيبوش وبيفوت منه، محمد محمد عمل فيه شوط وبتروح منه عرضيتين في نفس فرصه يا اولاد، فرصه يا اولاد. لا في ظهره، جيت في ظهره. ودلوقتي ادهم مع الكره وبس ويسيبها لاياد، واياد يعلي الكره جامد ليه واسلام، واسلام انفراد ورأس اسلام ويعدي ويشوط وتطلع فرصه يا اسلام ليه كده تروح منك. حمدي طلع في الوقت المناسب ومحمد مع الكوره، ومحمد طلع وبيفوت ويشوطها اي كلام، وزياد بيصدها وطالع مرتده، وزياد بيعمل مرتده وطالع لوحده، وعبد الرحمن بيديها له وبيشوط زياد، وادهم ما يعرفش يجيبها ويجيب جول من ابو 4 واوات، وتخش فين؟ وتخش في الشبكه بتاعت ادهم. وبكده تنتهي المباراه يا اولاد، تنتهي المباراة خمسة. وتنتهي المباراة خمسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.